يعني ايه كمانجا فتنس؟ وهل انت لازم لما تيجي تشتري كمانجا تشتريها فتنس؟ يعني انت لو اشتريت حاجة تانية هتكون وحشة؟ تعال نفهم الموضوع ده، وتعال نفهم هي ليه الفتنس اغلى من معظم الكمانجات اللي هي بتاعت المبتدئين. يلا بينا نشوف الموضوع ده، بس متنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عايز تحضر معانا الكورسات اللي بقدمها على القناة للمنتسبين فانتسب للقناة. لو عايز تتابع معايا بشكل شخصي هتلاقي كل حاجة موجودة في الديسكريبشن، هتلاقي الموقع بتاعنا اللي هعمل بيه فيديو قريب ان شاء الله. طيب ايه فيتنس اصلا؟ فيتنس دي شركة بتصنع كمانجات زيها زي فيينا، زيها زي شارك اللي هي تبعد عنها، اوعى تشتري كمانجا شارك، دي ماركة عادي، مصنع بيصنع كمانجات. طيب هل الفيتنس دي اعلى جودة مثلا من باقي الكمانجات؟ الاجابة لا، كلهم زي بعض. انت كحد مبتدئ عادي مش هتفرق معاك، كل الكمانجات التعليمية دي قريبة من بعض ومفيش فرق كبير ما بينهم. يعني من الاخر انت كحد لسه بيتعلم هات الارخص اللي تلاقي سعره مناسب ليك اشتريه، لان الجودة ما بتفرقش كتير. بس كمانجا اللي هي الشارك اللي بقولك عليها ابعد عنها لان مقاساتها غلط. يعني انا كان معايا طالب كان معاه كمانجا ماركت شارك دي، طبعا مش كلها وحشة، يعني انا قابلت برضو كمانجا شارك كانت مظبوط، ولكن في كتير منها المقاسات بتاعتها غلط، تلاقي المراية لوحة شمال لوحة يمين، المسافات ما بين النغمات مش مظبوط، الدنيا بتبقى بايظة، فرايح دماغك من الماركة دي اساس. عندك فيينا، عندك فيتنس، عندك ماركات كتير جدا، وطبعا انا مش هقدر احصرهم ولا اقول عليهم لان هم كتير وكل بلد فيها ماركات شكل. فيتنس مش لازم فيتنس، اي ماركة كله زباطه، مش كله زباطه قوي عشان ما تفهمنيش غلط، ولكن الكمانجات اللي هي فرنج $60 $50 قريبين جدا من بعض، لان هي هدفها ان انت تتمرن عليها مش اكتر. يعني الكمانجة دي ما تفكرش ان هي هتكمل معاك حتى وانت محترف، لا انت لازم هتجيب لك واحدة تانية. تقول لي طب ما انا ممكن اجيب كمانجة من اللي هي الكمانجة الحلوة اللي تعيش معايا اللي مش عارف ايه، اقول لك الكمانجة الحلوة اللي تعيش معاك دي سعرها بيكون فوق شويتين تلاتة اربعة، يعني انت بتتكلم في $1000 مثلا وانت طالع، طبعا انت مش هتعمل كده وانت حد لسه بيبدأ، فعشان كده بقول لك هات ارخص حاجه تلاقيها. طب ايه السبب بقى اللي مخلي سعر الفتنس يعتبر اغلى من متوسط الكمانجات التعليميه؟ لان احنا عندنا كده اعتقاد ان الغالي ثمنه فيه، او اللي هو دي غاليه فمعناه ان هي انضف. صحيح هي ككواليتي تعتبر من احسن الكمانجات اللي تبدا بيها، ولكن ده مش معناه ان هي الافضل عشان كده هي اغلى، لا خالص. طب هي اغلى ليه؟ لان للاسف المدربين بيقولوا للطلبه روحوا اشتروا ماركت فتنس، لدرجة ان في ناس فكرت ان فيتنس ده مش شركة بتصنع كمانجات، لا هو في كمانجة اسمها فيتنس، لا هي مش كده. يعني لقيت واحد قبل كده حاطط كمانجة فيينا وكاتب عليها كمانجة فيتنس، يعني هو معتقد ان فيتنس ده مثلا موديل، لا هي مش كده خالص. فمن كتر ما المدربين بيرددوا كلمة روح اشتري فيتنس روح اشتري فيتنس، خلاص الناس بقت مش فاهمة ومعتقدة ان فيتنس دي موديل او هي الكمانجة اسمها فيتنس، لا هي الشركة اللي بتصنع الكمانجة. يعني زي بالظبط كده نفس فكرة الناس اللي بتقول على اي تابلت ايباد، ما هي نفس الحكاية، يعني تلاقيه بيقول لك على التابلت السامسونج ايباد، فهو نفس الفكرة بقى، في ناس مفكرة ان اي كمانجا هي فيتنس. طيب لما كل المدربين بقى يقولوا للطلبة روح اشتروا فيتنس، فكل الطلبة تروح تشتري فيتنس، فباقي الماركات ما بتتباعش فيتنس عليها طلب، نرفع سعرها بقى، هو ده السر في السعر العالي. دي حاجة. الحاجة التانية ان هي لما بتطلب كتير كمية بتقل، عرض وطلب، بتلاقي ان المعروض قليل والمطلوب كتير، فاللي معاه اكتر يدفع، اللي معاه اكتر هو اللي هيشتري، واساسا مفيش مبرر لكل الهيصه دي ان كلهم زي بعض، فاشتري اللي سعرها مناسب ليك. المدرب بتاعك قال لك روح هات فيتنس، سيبك منه عادي. يعني انت من كتر ما انت بتتابع الفيديوهات بتاعتي اكيد انت بقيت عارف ازاي تختار الكمانجه بتاعتك، فاشتري المناسب ليك، مش بالضروره ان انت تروح تشتري فيتنس. اتمنى يكون الفيديو فادك باي حاجه، متنساش بقى انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وبص على موضوع المستويات والانضمام، واشوفكوا الفيديو اللي جاي، سلام.